والله يرحمنا اللي قال شاعر يقول وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. تفضل يا ربي. وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. ابن عطاء الله صاحب الحكم العطائية يقار إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك. يعني صار ربي من ميغ تجيض باش نظمع ذكياض. عطاءات الله لا تتوقف. وقال المؤمن هو الذي يشعر بالنعم ينسجم مع نعم الله. المؤمن وايض ما يستعرفش. والله لو كان مقل كان يزرق سموالي محسوب يخوص مكتيد كان كان سموالي يمسلاقي في أدفه ومسلايا ربي الحمد لله. وليد كان مسكين لك من سعر يزمن الصوت ولاش يزري ولاش إلى آخر نعم مزمة تضيو دينا أتنقسيو النعمة أتقرح تغم استيسي ونيضة في فغل عقل أم المريالي واس من ديجا من مفجر ما صليهاش كاع تقلي سوفري هذا الكياض دونتيستي رنزكا وقيلا السبت وقيلا خدمة فغل عقل أمك تتصد 364 جور تتصد يونية تقرحك تغمس نورمال عند دفاني يونية. ولكن لذلك علماؤنا يقولون إذا سلبت منك نعمة فلا تنظر إليها، انظر إلى ما بقي من نعم باش تحمد ربي. ما إلا تروح كيوث النعمة وتولر فينا تصمغر ذاك ولي أين يهدي قران طاس إيه تروح يوث معليش مي مازال فيها بسوف عندي ون هكا ضم وظين يروح هكا يسنتك ماشي ولا هلاك هذه قال استغفر الله الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله استغفر الله الحمد لله. قال لك إن ياس رأيت ذنوبي كثيرة فأكثرت من الاستغفار ولا غطس ذنوب استغفر غطس. إن ياس ورأيت نعم الله علي كثيرة فأكثرت من حمده. شو دي قيمة قال لك تحبس الله كون ديكابي ولا شو دي قيمة يقضي شو سينا. إن ياس الحمد لله الذي ترك لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. هذا حمد ربي دي جان اول يثي شكرا اكو ذيل سيثي ذكرا ما قيمت سيناكي ديجا الله يبارك لكن قرني عوم الخير ما تفضي ويسع كلش مما تخص حاجه ذيخ ما كان روبيني ولا شمان ديت كوزين ديكوتي.